أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا برئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب رئيس الاتحاد الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة وكابتن منتخب البحرين الوطني سيد محمد جعفر، إذ نقل لهم تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهنأهم سموه بفوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بلقب كأس الخليج العربي خليجي 24، وأشاد سموه بأداء وتميز اللاعبين وروحهم القتالية العالية التي أثمرت عن هذا الفوز التاريخي الذي أسعد الجميع. وكلف سموه رئيس الاتحاد بنقل تحيات وتهاني جلالة الملك المفدى وتهاني سموه لجميع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وكافة القائمين على المنتخب.